الكراسي هو اختلاف في الاول الكراسي، فهذه راه مهزله لهاد الناس المسؤولين. وهاد الوقفه هذه ما جات الا باش كتاكد هاد الشيء هذا، وباش نوضحوا ونوصلوا صوتنا للناس المسؤولين اننا حنا راه ما غنسكتوش على حقنا وحق الفريق ديالنا. حنا كنطالبوا بفتح ملعب الحسن الثاني اللي هو الاقرب واللي مازال فيه شي اصلاحات اللي هي كيف اللي هي خفيفه. حنا سبقنا البارح ومشينا شفناه بمعيه السلطات الامنيه، حيت درنا كخطوه الاولى مشينا عند السلطات الامنيه واستفسرنا ان واش التماطل او عدم فتح الملعب عنده واحد السبب او الدافع اللي هو امني. جاوبونا الناس ديال الامن وقال لك ما كاين حتى شي دافع امني كيمنع اننا غادي نفتحوا الملعب، ولكن مازال شي اصلاحات اللي هما ما يمكنش للامن يقبل بالملعب يتفتح الا ما تصلحوش. ومشينا للملعب وشفنا داك الشيء يعني بالاعيون ديالنا، مازال شي حوايج اللي هما بساطين اللي نقدر نقول للجمهور ان داك الاصلاحات اللي مازال يقدوا الناس المسؤولين يقدوا يساليوهم في 24 ساعه او ب 48 ساعه بابعد التقدير، ولكن احنا غنشوفوا واش غيساليوهم ولا غيتماطلوا. يعني الوقفه اليوم جات باش كتوصلوا الميساج ديالنا للسلطات اللي هي منتخبه في شخص العمده وفي شخص مجلس المدينه، تنقولوا لهم انتم الناس المسؤولين على ذاك الملعب، الخدمه ديال الجامعه دارت وتسالات، الخدمه ديال الامن مازال تيتسناكم انتم ديروها باش يعطي الموافقه. يعني السبب الرئيسي اللي هو الاصلاحات اللي مازال ما كملاتش، هذه الاصلاحات هذه حنا كنطلبوا من هذا المجلس المدينه اللي هو المكلف وهذا العمده اللي هو على راس مجلس المدينه يتكلف ويديروا خدمتهم ويفتحوا لنا الملعب ديالنا. بس حيت اليوم احنا في احتجاجات حضاريه وسلميه وغنبقاو في احتجاجات حضاريه، غير بغيت نوصل لهم اننا احنا ما غنسكتوش. اذا كانت اليوم وقفه راه تقد تحول لوقفات، تقد تحول لاعتصام، تقد توصل شي حوايج اللي هما تصفيه حسابات. هذا راه جمهور، راه فيه بزاف الفئات، وانتم راكم سلطات منتخبين، يعني حنا اللي انتخبناكم. الا كنتم انتخبناكم باش ما توفروا لنا الشتيران اللي هو المتنفس الوحيد لينا حنا كشباب في المدينه، راه ما غنوليوش نعاودوا ننتخبوكم.